على الرغم ان فترة حكم محمد علي واللي استمرت لمدة 43 سنة، وخلال الفترة دي قدر يحقق امبراطورية كبيرة، ولكن للأسف انتهى حلمه بالضياع بتحالف الدول الأوروبية ضده واللي فرضوا عليه معاهدة لندن الشهيرة. الغريب ان ابناء واحفاد محمد علي ما كانوش بنفس قوته، وده اللي هنعرفه النهاردة عن اهم خلفاء محمد علي. اهلا بيكم في حكيلي تاريخي، انا مستر محمود عبد القادر، والحلقة دي هنحكي فيها عن خلفاء محمد علي. اي شخصية حاكمة في التاريخ ليها مميزاتها وليها عيوبها، وده لانهم بشر. عباس الاول حاكم غريب، اتولى الحكم 1848 وبدأ حكمه بالاغلاق، اغلق جميع المدارس والمصانع اللي كانت في عهد محمد علي، وكمان خفض حجم الجيش لدرجة ان توقفت تماما حركة النهضة واللي كانت قد ظهرت في عهد محمد علي. لكن الميزة الوحيدة في تاريخه ان كانت بداية انشاء اول خط حديدي بين القاهرة واسكندرية. محمد سعيد باشا حكم بعد وفاة عباس الاول. مميزات حكمه كانت في الزراعة والنقل والمواصلات والجيش والبحرية. اول حاجة عملها في الزراعة كانت اصدار اللائحة السعيدية، ودي اللي ادت الحق للفلاح في توريث الارض الزراعية وطهر ترعة المحمودية. النقل والمواصلات اتم الخط الحديد الموجود بين القاهرة والاسكندرية، وده اللي بدأ في عهد عباس الاول. من ضمن مميزات حكمه في الوقت ده ان عمل خطوط تلغرافية بين القاهرة اسكندرية والسويس. الجيش والبحرية كان عكس تماما عباس، خلى الخدمة العسكرية سنة واحدة إجبارية، واهتم بالترسانة البحرية، وفتح باب الترقي أمام الضباط المصريين. التعليم في عهد سعيد كان متناقض تماما، ألغى ديوان المدارس اللي هي دلوقتي وزارة التربية والتعليم، لكن الغير طبيعي ان هو شجع البعثات الأجنبية في نفس الوقت لفتح مدارس ليها في القاهرة واسكندرية. النقطة السوداء في تاريخ سعيد باشا كانت القروض الأجنبية. مصر أول قرض خدته كان 1862 من أحد البنوك البريطانية. الحاجة التانية من مساوئ حكمه إنه إدى لصديقه المهندس الفرنسي دي لسيبس امتياز تأسيس شركة لحفر قناة السويس، وده لمدة 99 سنة تخيلوا، واللي للأسف كان شروطها في العقد التاني مكحفة وظلمة للمصريين. فمثلا من ضمن شروطها الظالمة ان الحكومة المصرية بتتنازل عن كل الاراضي مجانا للشركة لانشاء القناة، وان مصر تقدم 4/5 العمال يعني 80%. علشان كده بنقول دايما ان القناة حفرت بأياد المصريين، وكمان في الاخر مصر ما تاخدش الا 15% بس من صافي الارباح. خديوي اسماعيل كتير من المؤرخين بيشبهوه بانه زي جده محمد علي. فترة حكمه اكثر تقدما وعمرانا في تاريخ مصر، وفي نفس الوقت اخطر الفترات اللي انتهت بالتدخل الاجنبي وبعدها بالاحتلال البريطاني في عهد ابنه توفيق. نبدأ بمميزات حكمه، كتيرة جدا. زود مساحة الاراضي الزراعية، حفر ترعة الابراهيمية، انشأ مصانع كتير زي مصنع السكر في الوجه القبلي. التعليم عاد فتح ديوان المدارس، وما ننساش ده كان اللي اتلغى في عهد سعيد باشا. لكن من اهم المنشآت العمرانية اللي في عهده واللي بتشهد لحد دلوقتي موجودة على فترة حكمه دار الكتب، دار الرصد بالعباسية، مصلحة الاحصاء والمساحة، والجمعية الجغرافية، ودار الاوبرا المصرية. عمل كتير جدا من القصور واللي موجودة لحد دلوقتي، اشهرهم قصر عابدين، وكمان كباري وكسور زي كوبري قصر النيل. مصلحة البريد المصري موجودة لحد دلوقتي وبتشهد على تاريخه العمراني. كلنا عارفين مجلس الشعب 1866، ده تاريخ ما يتنسيش لان ده كان بداية الحياة النيابية في مصر، واللي تأسس فيها مجلس شورى النواب، واللي عليه اتوضع اول دستور واللي اتعرف باللائحة الاساسية. طبعا ده غير اللائحة السعيدية اللي كانت في عهد سعيد باشا وكانت خاصة بالزراعة. أميز حاجة في عهد سعيد هي توسعاته الخارجية، وعشان كده بنقول إن هو كان زي جده محمد علي. بعت حملات حربية إلى الأقاليم الاستوائية في أفريقيا، والهدف هنا كان إنساني عشان يقدر يمنع بيها تجارة الرقيق العبيد يعني. ولكن كمان سيطر على مياه النيل في عام مميز جدا 1875، وقدر النفوذ المصري يصل على البحر الأحمر بكامله.
لكن بتبقى مساوئ حكم إسماعيل، واللي كانت سبب رئيسي في الاحتلال البريطاني هي الأزمة المالية، وده اللي هنعرفه في الفيديو التاني مع حلقة الحركة الوطنية والثورة العربية. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير عشان نحكي تاريخنا للغير. أشوفكم في الحلقة الجاية.